وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقرية الأبعادية بمركز دمنهور في محافظة البحيرة. وتابعنا ونتابع وسنتابع على مدار اليوم الأهالي في محافظة البحيرة يرحبون بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مشهد جماهيري حاشد. سنتابع بالطبع على مدار اليوم ما يدور من مشروعات قومية، وما يمكن أن تضيف هذه المشروعات، وما يمكن أن تكون للتنمية فروع كبيرة وكثيرة، ولها انعكاسات أيضا على المجتمع، ولها انعكاسات أيضا على تنمية المجتمع وتطور المجتمع. للدولة المصرية أن تفتخر بماضيها وبحاضرها، وبالطبع ستفتخر بمستقبلها الذي يؤسس لدولة جديدة، والذي يؤسس لواقع مصري يليق بأهل مصر، ويتميز بجودته، بزيادة فرص العمل فيه، بعدم الاحتياج، بعدم النظر إلى ما لا نمتلكه.